آدم النهاردة جميل وبيحب الجمال وصانع للجمال، وصنعته للجمال النهاردة في شكل المعمار وفي الشكل الهندسي. الجمال عنده له معايير خاصة، بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الجمال المعماري ممكن نلاقيه في الجمال المنزلي جوه البيت مع الزوجة مع الأولاد؟ السؤال ده هو الوحيد اللي هيرد فيه علينا. خلونا نرحب بضيف اللي بيشرف النهارده في الاستوديو، دكتور باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن الجديدة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك، شرفنا، متشكر منور، جدا على اليوم الجميل ده والمقابلة الجميلة منور والمقدمة الدنيا الحلوة كلها. دي، متشكر جدا. اهلا بيك يا دكتور. كمان بتشرفنا النهارده مهندسه الهام عبد الفتاح احمد، مدير بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. اهلا وسهلا بيكي، اهلا وسهلا، مشرفانا، منوراني، وانا سعيد ان انا بلتقي بحضرتك. كمان بتشرفنا البنوته مريم باسم فاضل، 12 سنه. اهلا وسهلا بيكي، ايه الاخبار؟ حضرتك. الحمد كله لله، تمام؟ ربنا زي ما يخليك. قلنا قبل التصوير، احنا دايما ليديز فيرست، بس النهارده ادم هو سيد الموقف، فهنبدا بدكتور باسم. دكتور باسم، هبدا مع حضرتك من مرحله الطفوله اتفضل. وتاثير الاسره عليك. مين اللي اثر عليك اكتر، بابا ولا ماما؟ ومين اللي صنع جواك فكر الشكل الجمالي في الحياه ونظرتك الجماليه للاشياء؟ صدقني لو هقولك ان فعلا هما الاتنين مع بعض، ما اقدرش اقول حد على حساب حد، لكن يمكن هقولك على تجربتي انا، ان الموضوع بيبقى سهل قوي، ومش بتكلم عن انا، بتكلم عن اي طفل. انت بس في المرحلة دي اديله الوان وورق وهو، وسيبه ما يعيش. تعملش اي حاجة، ها، هو المفروض هيعمل ده بشكل تلقائي. كنت بحب الرسم جدا جدا جدا، كويس، لدرجة ان اقول لحضرتك في عندي شهادة في السنة اولى ابتدائي، ها، كنت دايما المدرسة بتشرح وانا شغال وعمال ارسم واعمل وسرحان وكلام كده، فكاتبه لي في الشهادة، وانا محتفظ بالشهادة لحد دلوقتي، ميله للرسم اكتر من استعداده للدروس برجاء الاهتمام به في المنزل. ها، جميل جميل. اهتموا بيك في المنزل لما رحت الشهادة كده؟ طبعا اكيد طبعا. لا بجد اهتموا، ولا بابا قال لك لا لازم تركز في المذاكرة، وتعرف بيبقى في خوف ان ممكن الحاجات دي تشغلك، ولا ايه؟ يمكن لا، ما حسيتش ده قوي، لان اها، انا والدي الله يرحمه ووالدتي ربنا يديها صحة طول العمر، الاتنين كانوا تربية وتعليم، فتربويين قوي. تمام، الحمد كويس لله. كويس. قررت تخرج كلية الهندسة بعد الثانوية العامة؟ لا، الفنون الجميلة، كلية، عفوا، كلية الفنون الجميلة. الفنون الجميلة، ايوه. كويس، وانت اللي اخترت فنون جميلة؟ وهربت من الشرطة. كنت راح تقدم شرطة، كان بابا وماما عايزينك في بالظبط، شرطة وانت ما المفروض كنتش ولازم. حابب. ها، فلجأت بقى ان انا استعملت كارت فيتو لجدتي، لان انا كنت اول احفادها، ها، فطبعا كان الدعم لازم يبقى موجود. ودخلت فنون جميلة. الحمد لله. تخصص ايه بقى؟ اتخصصت نحت، وده قسم غريب قوي كان عندنا في الكلية، حتى لما بيجوا بيعملوا تنسيق، لو واحد كتب نون او حاء او ت يدخلوه على النحت على طول، لان بحكم الدراسة بتاعته صعبة، فبيبقى اقل قسم. ها، انا ما انساش ان انا كتبت الثلاث رغبات نحت نحت نحت، هم قالوا انت كفاية هتكتب واحدة، قلت لهم انا مش عاوز ادخل غيره، طب ليه؟ اشمعنى انت عارف ان هو صعب؟ حبيته. بس حبيته من قبل ما تدخله؟ لا، لان عندنا بيبقى في سنة اعدادي اللي هي قبل التخصص بندرس اها، كل التخصصات، فلقيت نفسي في النحت اكتر. كويس. طيب، المدام كانت معاك في الكلية ولا كانت في كلية تانية؟ زميلة طبعا في قسم ديكور، طب يعني العاطفة بدأت في مرحلة الجامعة؟ اطلاقا. ويمكن انا هقول لحضرتك على حاجه، اطلاقا؟ اطلاقا، لا هو بجد ده والله. الجميل للعلم، ان انت حضرتك لما بتشوف الطرف اللي انت هترتبط بيه، انك تشوفه في ظروف عاديه وتعرفه انسانيا تماما، وتعرفه كصديق، هو حتى كان ما كانش لسه حتى في الصداقه بقت موجوده، انت فاهم انا قصدي ايه، شفته زي ما هو بدون اي تجميل بدون اي أما شايفين افتعال. لحظة إعجاب بشخصها بطريقتها، يعني لفتت نظرك دي ممكن؟ حصلت في رحلة البكالوريوس، اتعرفنا بس، لكن الإعجاب والحب صدقني تم بعد ما خلصنا الجواز. الكلية، ها، لكن قبل كده لا خالص. كويس، طيب، جميل. انت بقى قلت للأسرة انك عايز ترتبط بيها، طبعا. او وافقوا، ولا كانت مثلا في حد، بنت خالتك، لا بنت لا 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 عمتك، لا ما لا لا كانش لا فيه لا الكلام لا لا ده؟ لا مفيش، لا لا كويس. مفيش. شايف امتى آدم يفكر في الجواز؟ لما يكون ناضج نفسيا وفكريا، ولازم يكون بيتحمل المسؤولية، لازم.
كويس. لازم المسؤولية في الحياة. واختيار شريكة الحياة بتختلف من فرد لآخر، شايف إن في مواصفات رئيسية لاختيار شريكة الحياة؟ اطلاقا كل واحد بيبقى له عنده المواصفات الستاندر بتاعته، اللي هي إيه بقى عند حضرتك؟ التفاهم، الروح الحلوة، كويس وحاجات كتير كده يعني، بس دول أهم حاجتين يعني. كويس. امتى قال لحضرتك انا معجب بيكي وعايز ارتبط او خدي لي معايا في البيت؟ فاكره اليوم ده حضرتك ولا مش فاكراه؟ اكيد اكيد من الايام اللي ما تتنسيش يعني. يعني هو احنا الاول اللي حصل ان احنا اتقابلنا قدرا، وانا رايحه بقدم في نقابه الفنيين التشكيليين، كانت ساعتها في قصر المانستيرلي. فانا ده بعد ما اتخرجتوا؟ بعد ما اتخرجت. انتوا بعد ما اتخرجتوا ما كانش كل في اي واحد، تواصل؟ لا كل واحد كان في سكه وخلاص. تمام. فانا قدرا كده كنت رايحه بقدم في النقابه، وهو في نفس الوقت راح بيقدم، فتقابلنا بالصدفه كده. وساعتها عرفنا ان النقابه لا ده مكانها اتغير، فاخدنا تليفونات بعض على اساس لا ده هي اتنقلت في مكان تاني. تساعدوا بعض، تبلغوا بعض. فاتفقنا هنروح، طيب هنروح نقدم في النقابه اللي هي حاليا موجوده دلوقتي. فانا اتفاجئت ان هو جايب والدته معايا في الزياره دي، استغربت يعني. فهو ما قاليش عشان ما احسش انا بحرج، تقريبا كان جايب والدته عشان عرفها عليا من غير انا ما اعرف خالص، من تاني لقاء يعني. كويس. بس يعني خلينا نقول ان اللقاء الصدفه هو خلاه في لحظه من اللحظات يتخذ قرار ان حضرتك تبقي بس زوجي. اكيد كان في حاجه في فلاش باك بقى في الخلفيه من ايام الكليه. لا ممكن. الرحله الرحله دي كانت كويس. هي نقدر نقول هي البدايه الحقيقيه، بس مش الواضحه اللي هي دي تمهيد يعني كويس. انت حضرتك قابلتها بالصدفه؟ وتاني مره جبت والدتك، انت اخدت القرار انك ترتبط بيها ولا ايه اللي حصل؟ بالظبط بالظبط. طب إيه طب إيه يعني عايز اعرف الفكره يعني، حضرتك حسبتها ازاي؟ عملت ايه؟ اذا كنت انت عارف اللي انت عاوزه بالظبط وانت واثق فيه، خلاص ما تضيعش وقتك. ايوه بس انت شفتها بالصدفه. لا بس عارفها على مدى كذا سنه بقى. ايوه انت عارفها من ساعه الرحله وهي لفتت نظرك. بالظبط. يعني معنى كده ان هي كانت في دماغك؟ لا اطلاقا. امال ايه طيب؟ يعني ايه اللي خليك تشوفه تاني مره تروح جايب والدتك معاها؟ فيها بقى حاجات اللي احنا ما بنقدرش نقولها، اللي هو الاسم والنصيب والاعجاب وحاجات كتير قوي. بس خلاص لما جه الوقت المناسب وانت متاكد من مشاعرك، مفيش داعي تضيع وقتك. طاقه الحب اتحركت جوه. الحمد لله. ولا زالت تتحرك. ما شاء الله، ربنا يا رب يعني يديم المحبه بينكم. متشكر لذوقك. طيب عندكم ثلاث اولاد ولا ثلاثة اولاد وبنت؟ ايوه بالظبط. الكبير مين؟ الكبير مخلص حقوقه ومتزوج وعنده ابن ما شاء الله عمر، وفي محمد مخلص ترجمه فوريه ما شاء الله، وبعديه نادر مخلص اعلام، وبعدين مريم بقى في تانية اعدادي. كويس. مريم قولي لي، في لحظه من اللحظات ممكن تكوني عايزه حد يشرح لك حاجه معينه، يذاكر لك حاجه، هل بابا وماما ساهموا في ده؟ وبابا بالتحديد ساهم في ده ولا لا؟ بابا دايما كان بيساهمني، وبالذات في حاجات كتير قوي في الدراسه، عشان هو دايما يعني مثل الاعلى، ودايما يعني بيعمل حاجات كتير قوي في المذاكره، دايما اكتر حد يعني بخليه يعني يذاكر لي ويعمل لي كل حاجه. كويس. في حياتي تقريبا. شايفه ان بابا انت بتعتبريه مثلك الاعلى، هو شايفه ان هو يعني ايه اللي هو عمله كويس قوي وعاجبك قوي ومبهوره بيه وسعيده بيه وانت عايزه تبقي زيه؟ صراحة كل حاجة أنا بشوفه كامل، مثلا يعني قادر يوصل ما بين شغله وما بين الحياة يعني في العيلة، دايما بلاقيه يعني ممكن يكون قاعد معانا كلنا، ممكن يكون شايل هموم كتير قوي، بس برضو ظاهر معانا اللي هو سعيد وكويس تمام. فأنا بصراحة حاجة بالنسبة لي مميزة قوي. كويس. بابا بيحب الرسم جدا. وماما طبعا. طبعا بطبيعة الحال. انت بقى اخبارك ايه مع الرسم؟ انا بعشق الرسم، بحب الرسم، بحب ارسم كاريكاتير، وبحب ارسم بالالوان، بحب اعمل يعني انا بتخصصي في الرسم حاجه مميزه. طب يعني ممكن تعملي كونسولتو في البيت ما بين بابا وماما وانت؟ بجد تقولي لهم رايك ويحللوا الرسمه بتاعتك ولا ده ما بيحصلش؟ يعني انا دايما لما بخلص رسمه يعني ممكن اقول لهم طب حلوه، طب ايه اللي ناقصها وانا بعملها، طب ممكن حد يظبط لي الحاجه. دايما باخد رايهم في الرسم بالذات. مين اللي جديد شويه، بابا ولا ماما؟
لا ما فيش حد جديد قوي يعني. يعني مفيش حد ممكن يبقى قوي شوية في انفعاله، ممكن محتاج ممكن ماما شوية. ماما جديدة شوية. بطبيعة الحال آدم بيترك لحواء تربية الأولاد، إن هي بتتحمل المسؤولية بشكل أكبر، بس هو تمام بيتابع بيبص بيشوف، ممكن في حاجة يعرفها بس ما يتكلمش، تبقى جواه. التعاون ما بين حضرتك وما بين مدام إلهام، تتعاونوا ازاي في تربية الأولاد؟ ايه الخطوات والقواعد الرئيسية اللي انتوا حطيتوها؟ يمكن انا ببقى شايف النظره عامه شويه، وبحب اديهم مساحه حريه كبيره شويه. كويس. ده ان مدام بطبعها بتحب التفاصيل والديتيلز وهي حريصه جدا، كويس. فبنحاول نظبط ده على ده علشان يطلعوا مظبوطين في ال بس في حاجات معينة بتبقى حضرتك سايبها للمدام خالص. اكيد اكيد، حاجات كتير قوي، ها. الاكل والشرب لا لا والمصاريف ما بتكلمش والطلبات واللي مش عارف ايه. ما بتكلمش انا بتكلم بخصوص الاولاد، يعني في حاجات ممكن سايبها هي اللي تتخذ القرار يعني، ولا دايما انت حضرتك بتبقى مشارك لا فيها. لا لا لا، ما دام انا مش ما فيش حاجه محتاجه تدخل، خلاص الدنيا ماشيه كويس. تمام. انتوا الاتنين شغالين في تعتبر في مجال واحد، اكيد. هل بيحصل تعاون بينكم وبين بعض مدام الهام؟ اه اكيد التعاون اكيد شكله ايه بعيدا يعني. عن العمل الاداري اللي تمام. ممكن ده، بس التعاون الفني والابداعي والرؤى بتبقى تمام بتتم تمام ازاي هو بينكم؟ الحمد لله بفضل الله يعني بتوفيق ربنا ان احنا الاتنين يعني بنكمل بعض في الحتة دي، يعني احنا فنيين فعلا ثنائي الحمد لله بفضل ربنا ناجح في الحتة دي ما شاء الله. يعني الحمد لله. دكتور باسم عنده حتة الفكرة، الفكرة عنده فكرة الموضوع وانه يرسم فكرة الموضوع نفسها بشكل هو قوي فيها، بيدي التصميم كويس قوي ما شاء كويس الله، كويس اقوى مني كتير في الحتة دي. انا تمام. باخد بنفذ يعني، انا الحتة التنفيذية عندي شوية، والالوان بحكم برضو يمكن دراستي يسيب لي بقى حته ان انا اظبط السكيلز واحط المقاسات والحاجات اللي هي العمليه اللي زي كده. طب سكن مصر هو حضرتك اللي عملت التصميم ولا الحمد لله. اللي ما... لا هو الحمد لله ها سكن مصر انا الحمد لله عملته كله الحمد لله. التصميم؟ تمام. طب الدكتور ما كانش له رأي فيه؟ اكيد عرضتي عليه ولا ما حصلش؟ لا لازم لازم لا على يحصل، فكره. لازم سواء شغلي او لازم. شغلها لازم بناخد رأي بعض كرأي اول، ها تمام والفنان بيهم دايما يهتم ان يبقى فيه عين يثق فيها تمام في رأيي. طيب في بعض الاماكن حضرتك كان ليك بصمة فيها الحمد لله. حقيقية، ايه اكتر مكان حضرتك قلت كان ده يتعمل بالشكل الفلاني وبالفعل حضرتك صنعت البصمة الحقيقية على ارض الواقع وانت والله بتبقى سعيد بهذا المشروع؟ حاجات كتير والله، يعني الحمد لله ليا اعمال مميزة قوي. في لوحة في مجمع الوزارات في مدينة السادات مهمة قوي، ميدان اسمه الشهيد في دمياط، كبير قوي، بنعمل عمل جبار جبار بإذن الله إن شاء الله. هو ميدان الهدى لفظ الجلالة، ها ده كبير قوي 16 متر لفظ الجلالة، بيتشاف من ناحيتين في مدينة السادات، بس جاري تحت التشطيب دلوقتي. في برضه نفس الموضوع عن ثورة 25 يناير، وده هيبقى أول نصب تذكاري أعتقد بيتعمل على محور 26 يوليو. تمام بس ليا نقطة هنا يعني أحب اتفضل. أقولها، إن الجمال عمره والتجميل لا يمكن أبدا إن يكون وان مان شو إطلاقا، لا يصلح إطلاقا إن يبقى كده، ولو اتعمل بالشكل ده لازم يبقى فيه قصور كبير جدا. لازم من أول المخطط والمعماري والفنان وبتاع الطرق وبتاع الكهرباء وبتاع الزراعة وبتاع المية، كل مكان العمل واخد تضافر. التضافر ده، تأكد حضرتك ان العمل هيطلع اجمل واحسن واقوى، غير ما يبقى محصور برؤية واحدة. وده حضرتك كان دايما في تاريخ الفن اللي فات كله، فلو قدرنا نوصل للنقطة دي هنكون عملنا عمل فعلا كويس. جميل. طيب رؤيتك للأماكن العشوائية، يعني أكيد ممكن يبقى لك وجهة نظر في بعض الأمور، وإحنا عندنا بعض الأماكن اللي ممكن بالجمال هتختلف تماما، رؤيتك ليها إيه؟ شايف إن نتعامل معاها إزاي؟ سؤال مهم جدا، اشكرك متشكر جدا انك انت سألته، شكرا. ربنا يخليك. للعلم برضو التجميل لا يمكن ابدا ان انا افرضه على الناس مادام ما حسنتش ظروفها
المعيشية والاقتصادية والمأكل والمشرب والثقافة والتعليم. التجميل بحكم شغله هو آخر ما يصل إليه الإنسان من فكر وذوق وأدب وتهذيب. أبدأ أعمل بقى الجمال يطلع من جوايا لبره. الناس اللي في العشوائيات لو ما حققتش احتياجاتها الرئيسية اللي أنا قلت عليهم من أكل وشرب وثقافة وتعليم، هيبقى التجميل بالنسبة لهم حاجتين، يا حاجة زائفة هيبصوا من غير ما يشوفوها ولا يبصوا لها، أو هياخد منها موقف عدائي إن هو يشوهها ويدمرها ويكسرها. وده بنشوفه حتى حضرتك تخش المترو تلاقيه كسر شوه كتب على الحيط عمل، لأن هو حاسس إن هو مش حقيقي مش في المنظومة. خلينا ننهض بيهم ومعاهم نعمل التجميل. لكن حضرتك إن أنا آجي واحد انا مش حاسس بيه خالص واجي اقول له ادي لوحه هي جميله ولا ادي تمثال، صدقني مش هيقدر يحسه. معنى كده ان احنا مش هنقدر نغير المناطق العشوائيه؟ لا، لازم هنغيرها ولازم نبدا ولازم نبدا. ها، طب شايف شايف اول منطقه ممكن نبدا بيها هي ايه من وجهه نظرك؟ للعلم احنا لينا تجارب، بالمناسبه مصر من اكبر الدول على مستوى العالم اللي فيها عشوائيات، ها، ومن اكبر الدول في العالم بجد اللي عملت مساحات، مش مساحات، مدن جديده. تمام. يعني احنا بنتكلم في التجارب العالميه، بيعملوا احياء، بيعملوا يا دوبك مدينه صغيره. احنا حضرتك النهارده معديين ال 24 او ال 28 مدينه وداخلين ومكملين. تمام. فاحنا لينا تجربه مهمه جدا. ما ننساش مثلا مساكن زينهم دي جميله جدا، مساكن الاسمرات، ده التجميل اللي انا بكلمه. انا رحت حي الاسمرات بالمناسبه، هو مش تبعي في الشغل، كنت هناك الاسبوع اللي فات. مكانه فين حي الاسمرات؟ مش عارف. ده حضرتك ما بين المقطم ومدينه نصر. تمام. المكان ده ما بتكلمش عن شغلي بالمناسبه، كويس. انا مش تبع هيئه المجتمعات. تمام. تجربه رائعه ان الناس تروح وتلاقي ملاعب وتلاقي شوارع كبيره وتلاقي عمارات كويسه جدا، وتبدا تغير بقى منظومه الحياه. كويس. لو الامور دي تواجدت في كافه الاماكن العشوائيه على مستوى الجمهوريه، هل ده سيعدل من سلوك المواطن المصري، من فكر المواطن المصري، من ثقافه المواطن المصري؟ ده لا ريب ولا شك ولا جدال في كده. وعاوز اقول لسيادتك الحاجه برضو، التنميه ما تنساش حضرتك ان الموضوع ده حساس وكبير قوي، زي ما قلنا التضافر فيه العشوائيات اللي عندنا كبيره جدا. لكن عاوزه برضو ان احنا نفكر خارج الصندوق. كويس. يعني حضرتك اكبر منطقه عشوائيه في مصر اللي هي منشيه ناصر والدويقه. طبعا. دي حضرتك على اجمل حته واكبر حته في مصر، على شارع صلاح سالم والاوتوستراد وكلام كده. المنطقه دي لو تم رؤيتها وتنمويا واقتصاديا وفكريا واداريا، هتدخل فلوس، هتحسن ظروف الناس دي وتبني مناطق جديده ليهم. تمام. بس بفكر جديد تماما. تمام. بطبيعة الحال حواء هي اللي بتحب تعمل الجمال جوه البيت، وهي اللي بتحب توضب، لان دي المملكة بتاعتها. أيوه. هل حضرتك من النوعية دي ولا آدم له دخل؟ دكتور لا باسم لا، ده ليه دخل. ليه دخل كبير. ما هو بحكم ان هو فنان طبعا وحضرتك فنان. انا مهندس ديكور. بس هو يعني دايما، يعني دايما في الشرق، ولان هو بصراحه هو انا بثق فيه وفي ذوقه. تمام. فكان هو اللي ماسك يعني زمام الامور في حتى في الديكور وكده. احنا اول ما اتجوزنا يعني هو كان حتى عايز يعمل فكره مميزه جدا، بس لولا الاهل شويه اعترضوا عليها، ان احنا بنحب الحاجه اللي ليها طراز، ليها طعم وليها كويس. فهو كان حابب ان احنا نعمل حاجه ستايل مثلا شعبي اسلامي. هو كان الاول شعبي فعلا. كويس. وكانت الفكره ان احنا نحط البوفات والصينيه النحاس والجو ده بقى. كويس. بصراحه عربي. يعني الفكر يعني انا كلمته على اساس ان يعني اخذت راي الاهل، فقالوا طب احنا لما نيجي نقعد عندكم هنقدر. هم الناس طبعا كبار اللي هيقعد مش هيقدر يوم تاني. فاتطورت الفكره، برضو الفكره رائعه برضو تراثيه بقى. الكنب اللي هو على الطراز الاسلامي الاندلسي. تمام. عملناه وكان الحمد لله ان شيء مميز. كويس. وفي نفس الوقت بتقدر تقعد وبتقوم عليه من عليه بسهوله. طيب، بطبيعه الحال في الشغل بيحصل بعض المشاكل وبعض الازمات، وانتوا الاثنين تقريبا في نفس المكان يعني. لما بيحصل ازمات في الشغل، هل بتتنقل للبيت ولا عند باب البيت الدنيا دي بتقف؟ وبصراحه
مستحيل تقف عند باب البيت، لان الموضوع في العلاقات الانسانيه ما بيبقاش زرار نور تطفي الكوبس وكده، بس بنحاول طبعا بقدر الامكان لازم ان احنا نحاول ما نخليهاش تدخل جوه البيت. بالظبط ها بالظبط، حتى لو دخلت تدخل بقدر ونقف على كده خلاص ستوب، احنا خلاص طلعنا بره الشغل كفايه كده. وبالذات لما الواحد بيبقى في منصب يعني شويه بيلاقي المشاكل بتزيد والمسؤوليات بتزيد، فلازم طبعا. هو يفرمل المسائل بقى شويه. تمام. بطبيعة الحال بابا ممكن يكون عنده عمل فني أو مكان بيغيره، ماما عندها حاجة عايزة تعملها، هل ممكن تشاركيهم؟ ممكن تقول لهم بعد، تقول لهم أنا شايفة كذا أو وجهة نظري كذا؟ ساعات يعني انا ساعات برضو كنت بساعد بابا يعني في التصاميم وحاجات مثلا ميدان وكده، ساعات بياخدوا رأيي، ساعات مثلا لما بلاقي اللي هم مش يعني في حاجات كتير قوي جاية عليهم فممكن اساعدهم، احاول يعني اديهم رأيي ممكن يساعدهم او لا، بس ساعات بيسألوني وساعات انا وبياخدوا باخد رأيك رأيي. ولا ما بياخدوش رأيك؟ وبصراحة لا بياخدوا طبعا. يعني ممكن ينفذوا اقتراحك؟ طيب حصل يا فندم، حصل حصل فعلا مرة. فعلا. كان فين؟ كان في مطلوب مني بوابة في أحد المدن، ها لقيت مريم عملت سكتش جميل جدا، ها أنا بمجرد ما شفته خلاص ترجمته الفكرة وكانت طالعة وناجحة بشكل جميل جدا ورائع. بتحب المطبخ؟ يعني شوية شوية. يعني بتدخل المطبخ ولا بتخش المطبخ؟ طبعا ممكن أدخل وتعايش تماما. مع مدام إلهام؟ لا مش مع مدام إلهام. ليه بقى مش مع ما مدام اذا مدام إلهام موجوده اذا حضر الماء خلاص. ما هو ممكن يكون حضرتك برضو حابب تتواجد فتعمل لمدام إلهام أزمة فبتبقاش هي حابة وبتحضر في المطبخ. لا يا فندم هي مدام موجوده خلاص. أكتر أكلة بتحبها إيه؟ الاكلات الخفيفه بحبها جدا جدا. يعني ما بتحبيش مكرونة بالبشاميل بعيدا بقى عن الأكلات لا الخفيفة؟ مش الخفيفه دي، انا بالنسبه لي خفيفه حاجه تانية خالص. لا بتحب ان ممكن دكتور باسم لو حب يخش يشارك في المطبخ ما توافقي عنديش ولا اي مشكله اطلاقا لا؟ بجد والله حقيقي اصل في اكون ستات مرحبه. لما جوزها بيدخل بيبقى ازمه، تقول له لو سمحت سيب لي المطبخ، انت لا بتركب هو لي الدنيا. الدكتور باسم بيبقى لطيف في دخوله المطبخ، ما بيغيبش، عاملين اكل ايه وبيخرج، فطبعا بيبقى لطيف قوي. لو قعد اكتر من كده اهلا وسهلا يا مطعم. السلطه ما يعملهاش مثلا احيانا، لا احيانا طبعا، وفي حاجات هو متميز فيها، اكلات كده لطيفه زي بسيطه، حاجه زي حاجات اكلات بالبيض بقى، الحاجات اللي كده، الحاجه الهوت دوج والحاجات دي، ساعات يعمل كويس كده يالف ويعمل حاجات لطيفه جدا. كويس طبعا بينافسني والولاد بيحبذوا ده اكتر من اكل التقليدي اللي هو تمام. كده يعني، فهو طيب ما شاء الله شاطر يعني. ناويين مريم تخش فنون جميلة؟ يا ريت. تشجعوا، يا ريت تشجعوا على كده. يا ريت، لان هي حابه قوي الفن، ايه المانع لو هي عايزه؟ مش يعني مش احنا مش هنقول لها يعني، انا اهلي زي ما عملوا معايا، اهلي عمرهم ما قالوا لي خشي ايه وما تخشيش ايه، ما شاء الله، بالرغم ان احنا كنا في زمن الزمن القديم ده شويه كان في دور الاهل بيبقى واضح شويه في توجيه الابناء. كويس انا الحمد لله اهلي كانوا ما شاء الله ديمقراطيين تماما، يعني انا تمام جبت مجموعه طب، وبعد ما كنت اخش طب غيرت وجهه نظري، لا فنون جميله، لم يعترضوا اطلاقا. كويس فاكيد اللي اهلي عملوه معايا على الاقل في العصر الجديد ده بالعكس حريه اكتر، كويس. هسيب بنتي تختار اللي هي عايزاه بملء ارادتها ان طب شاء الله. الحرية اللي كان أهل حضرتك مديها لك، هل كان ليها دور في اختيار دكتور باسم بعد كده؟ اكيد اكيد طبعا، ها اكيد طبعا، اكيد. يعني دكتور باسم لما قال لك أنا عايز أرتبط، أنت نقلت الصورة وبيقابلهم وأنت قلتي أنك موافقة عليه؟ اكيد طبعا، كويس. وهم هم كانوا رحبوا؟ بيثقوا في رأيي كويس جدا، هم عارفين ان انا ان شاء الله لما هختارهم بيثقوا فيا من صغري يعني الحمد كويس لله. كويس وإضافة للحرية، مساحة الحرية اللي هم مدينها لي تمام الحمد لله، ما كانش الموضوع فيه اي عائق على الإطلاق. جميل. ايه اكتر موقف صعب حضرتك مريت بيه واثر فيك جامد جدا؟ فراق ناس الواحد بيحبهم وعزاز عليه، دي مواقف بتهزني قوي قوي قوي. والدي جدتي الحاجات دي بتهزني قوي، زائد ان انا مهموم بمشاكل، يعني انا حتى شغلي في الفن شغل سياسي ومجتمعي وعالمي، فده بيعمل وقفات عندي قوية قوي. كويس. مريم حابة تقولي ايه لبابا النهارده؟ يعني
ما فيش حاجة تضايق، عشان انا بلاحظ ان الشغل بقى يعني هو طب مش على قد ما بيقدروا بيحاولوا اللي هو ما يوصلناش الموضوع ده، بس برضو يعني مهما حصل هي مشاكل وهتعدي، وان شاء الله يعني كل الحاجات احسن، بإذن الله. ويحاولوا ما يتأثروش قوي عشان يعني ما فيش حاجة تهزهم تضايقهم. يعني. تمام، تقولي ايه لدكتور باسم النهارده عبد الرحيم؟ يعني انا بقول له يعني شكرا على كل حاجه جميله هو قدمها لنا كعيله. هو كان الحمد لله يعني من اول ما هو زميل كان زميل مثالي وزوج مثالي واب، يعني ما فيش حد عنده الكمال اكيد، بس هو الحمد لله لحد كبير يعتبر زوج واب مثالي ما شاء الله للولاد ما الحمد شاء لله، الله وبقول له شكرا على كل اللي عملته معانا. ما شاء الله. دكتور باسم، النهارده رسالتك لآدم اللي بيتحمل الأسرة تقول له إيه، والشباب اللي مقبلين على تحمل الأسرة تقول لهم إيه؟ أقول لهم خلي بالكم، خليكم رجالة، ونرجع لمبادئنا ونرجع لقيمنا ونرجع لأهالينا، وبلاش فكر العولمة والحاجات اللي بتزغلل قوي، وإن الناس تبقى تبسط حياتها، لأن الحياة مش محتاجة التعقيد اللي فيها. شرفتني ونورتني دكتور باسم أنا فاضل، متشكر رئيس، جدا، ألف ألف شكر على اليوم والوقت الجميل اللي قضيته معاكم. نورتني دكتور باسم فاضل رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن الجديدة، شرفتني ونورتني وسعدت بوجود ألف ألف حضرتك. شكر. مهندسة إلهام عبد الفتاح أحمد، مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شرفتني ونورتني وسعدت شكرا بوجود حضرتك. ألف مريم باسم فاضل، شرفتني ونورتني، وبتمنى ربنا لك التوفيق يخليك يا مريم، إن شاء الله من أحسن تسلم لأحسن. شكرا. يمكن الجملة الأخيرة اللي قالها الدكتور باسم إن القيم والمبادئ والأخلاقيات مهمة جدا إنها تكون موجودة عند آدم، لأن آدم لما هيمتلك القيم والمبادئ والأخلاقيات والثقافة الإيجابية هيقدر ينقلها للأسرة بشكل جيد. في اللحظة دي الأسرة المصرية هتكون في أفضل حال. انتظرونا إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم آدم في شباب كل يوم. بقول لكل السادة المشاهدين، السلام عليكم.